الشوط الاول يعني وكأن ما زلنا في مرحلة الإحماء. الآن تعدينا الإحماء، هذا المنصوري في مواجهة مفتوحة، ممكن 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 جول. البديل المنصوري جاء ليتسبب بهدف التقدم. قصي الذي يتفاعل به جمهور الفيصلي صنع كرة الهدف الأول في أول مرتدي مقابل لا شيء. هذه التمريرة من عارف الحاج، وضعت المنصوري طال الكرة على نفسه حتى يبعد أي مدافع، وبالفعل يعني ما استصعبه كريم أبو زيتون. أسوأ شيء في عالم كرة القدم أن يتسبب لاعب بهدف في مرمى فريقه، ولكن هذه كرة القدم كما شهدت مباراة الدرع على هذا الملعب، ايضا هدف ذاتي من لاعبي السرحان في حسابات السرحان. هذه تسديده وهذا تصدي، وهذه متابعه مره اخرى، وفي النهايه فرصه حاب علي الحجبي ويزن الغرابلي وفيفان من الاهلي، يوسف ابو الجزر من الوحدات، وسالم العجلي ونزار الرجدان من الفيصل. بدون تعقيد تشعر وكأن الكرة يعني تحب قدميه. تحضير ممتاز، والثاني والثاني أحلى من الأول، والثاني فيه كرة قدم خذهات، تمريرات في العمق، لمسات المنصوري من مهمة الفيصلي. هذه الهجمة بدأت بلمسة المنصوري، بتمريرة صيصة، بتحضير خالد زكريا، وببصمة جميلة جدا من الحاج، من عارف العارف تماما أين يضع الكرة هذا الفنان صيصة، والدائما صاحب الأداء الثابت خالد زكريا، أحد أفضل اللاعبين الفيصلي في مرحلة الذهاب بلغة الأرقام.